جرت العادة أن ترتفع أسعار أي منتج تطبق عليه رخص الاستيراد حتى وإن كان محلي الصنع، وها هي تطبق على المنتجات الكهرومنزلية، ما يجعل المستهلك في حالة من الترقب. هذا المنتوج الذي لم يتم الاستيراد مرة أخرى، يمكن إذا ما فيش تعهد من المنتجين أنهم يغطوا هذا السعر، يمكن أن ذلك يؤثر على الأسعار، لأن الحكومة لا ترتكب من فرض نفس الخطأ ما ارتكبته في التفاح وفي البرتقال، أنها وفرت بيئة احتكارية للتجار وأدوا إلى رفع أسعارهم. برخص الاستيراد ستكون المنتجات الكهرومنزلية المحلية الصنع صاحبة حصة الأسد من السوق، مما يجعلها تجابه اشتراط المستهلكين للجودة والنوعية، خاصة وأن هذا المجال يتطور بسرعة. هي منتوجات ذو نوعية، المستهلك الجزائري كله يعرفها، والخير دليل على ذلك أنها منتجات اللي راهي نصدروها للحظة، هي ليس فقط منتجات في السوق الجزائرية بل هي منتجات راهي متواجدة في السوق العالمية كالسوق الإفريقية كالسنغال كموريتانيا وكتونس وعدة دول أخرى. تغطي الصناعة المحلية في مجال المنتجات الكهرومنزلية ما يقارب 80% من السوق الوطنية، مما يجعل لتطبيق رخص الاستيراد أثرا بسيطا.